رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان. ميراث الجدود مثل وزي العسل أهالينا قالهولنا واحنا كمان قلناه، وما دام راح يفيدنا احنا حقيقي معاه. مش بس الارض والنسب، الامثال بتاعتنا القديمه مرتبطه بالزراعه المصريه. حكم وامثال، امثالنا امثال زراعيه في اشهرها القبطيه بتفيد الزراعه المصريه. والكل بلد حواديت، كل 100 بدري لما يهيف بدري، وكل 1000 وخري لما يصح وخري. من فات قديمته على شاشة مصر الزراعية. من فات قديمته تشاهدونه في الأوقات التالية على مصر الزراعية. هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا مشاهدي قناة مصر الزراعية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم على وجبة السحور اللي تعودنا عليها. يعني دايما يا رب ما يقطع لنا عادة، زي ما دايما بنقول كل سنة وأنتم طيبين. يعني أدينا دلوقتي في العشر الأواخر من شهر رمضان، يا رب يعني اللهم أجعلنا ندرك ليلة القدر وننال من بركتها. وأكيد إحنا كلنا مشتاقين لهذا اليوم، ومشتاقين يا رب إن إحنا ننال من بركة ليلة القدر بإذن الله. يعني طبعا بهني عاصم وبهني مها على الحلقة الجميلة اللي قدموها، وأديني معاكم النهاردة عشان نستكملها بالروحانيات بتاعة شهر رمضان اتعودنا عليها في فقرة غذاء الروح. خليني أرحب بضيوفي، الشيخ كمال الرفاعي، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. والطفل الجميل محمد معاذ السيد، أهلا بك، منورين وكل عام وانتم بخير. يعني شيخنا الجليل، عايز اعرف النهارده يعني بدايه حضرتك مع الابتهال، المدارس اللي حضرتك يعني نهلت منها فنون الابتهال وطرق الابتهال المختلفه. طبعا بالنسبه للابتهال ده موهبه. واحنا طبعا بنسمع المبتهلين الكرام في اذاعه القران وعلى شاشه التلفزيون، وبنعشق الموهبه دي يعني. طب يعني من خلالها يعني كده بقى الموهبه دي ابتدت مع حضرتك من امتى؟ يعني برضو من الصغر، من سن معاذ كده؟ ولا من اصغر شويه؟ لا من سن معاذ كده، من سن معاذ تقريبا. طب اكيد يعني في شيخ من الشيوخ يعني ترك في اذنك كده اثر اكيد مش قادر تنساه، يمكن مثلا من الحاجات اللي كنت بتسمعها وانت قد معاذ كده مثلا في شهر رمضان في اذاعه القران الكريم، يعني الحاجات اللي انت عديت عليها. الحاجات الجميلة اللي بقى تسمعها الشيخ عبد الوهاب البساتيني والشيخ سيد نقشبندي والشيخ ناصر الدين طبارة والناس كويسة ديت. وطبعا الواحد برضه بقى يقرأ ابتهالات كده، يعني أبيات شعرية معينة كده، وبقعد يدندنها كده إيه مع نفسه كده يعني. جميل. من حب في الابتهالات يعني مجرد موهبة. يعني أكيد إحنا هنستمتع بحضرتك، لكن خليني أروح لمحمد معاذ. يعني أنت منور، أنت في سنة كام الأول قول لي؟ تاني إعدادي وإن شاء الله تالتة إعدادي السنة الجاية بإذن الله. جميل. يعني انت في المدرسه. طب بتمارس الابتهال ده فين؟ في المدرسه مثلا؟ في الاذاعه المدرسيه. في الاذاعه المدرسيه. في ايه تاني؟ لعبت في مسابقات مثلا؟ ايوه عندنا في الحي بتاعنا. في حي ايه بقى؟ مركز الجماليه الاهليه في قريه الدغادي. جميل. يعني برضو انا مبسوط جدا ان مازال في المدارس في حد بيؤيد هذا الفن النهارده، بيفكر ازاي يظهره في الاذاعه المدرسيه اللي هي اعتقد كانت مجال لاكتشاف الكثير جدا من المواهب في عالم الخطابه وفي عالم السياسه، ابتدوا حياتهم كلها في الاذاعه المدرسيه. وعايزين نركز على الاذاعه المدرسيه دي لان ليها دور كبير، يمكن النهارده القائمين على التربيه والتعليم بيغفلوه او مش واخدين بالهم، والطلبه جم متاخرين خلوهم يطلعوا على الفصول على طول. الاذاعه المدرسيه دي جرعه ثقافيه مركزه في اذن الطفل وفي وجدانه وفي عقله. يعني نفتكر زمان كده كان فيها القران الكريم وكان فيها الحديث الشريف. طبعا. وكان فيها الحكمه، صحيح حكمه اليوم. وكان فيها الاخبار السياسيه، العناوين الكبرى للصحف. يعني اعتقد انها كانت بتادي اداء جيد جدا مع الاطفال. صحيح. طبعا طبعا ده حقيقي. أنا مش عايز أضيع وقت بقى، وممكن نسمع محمد معاذ بقى في حاجة كده بصوتك الجميل. اتفضل. يا مالك الملك
رب يا رب يا رب جل جلالك جبروتك تحلى ملكوتك رضوان ورضاؤك إحسان وكتابك القرآن نور الهدى الريان يا اجعل القرآن ربيع قلبي وأن تنزج الإيمان بنبض حبي أن تجعل القرآن ربيع قلبي وأن تنزج الإيمان بنبض حبي أنا عبدك المتضرع يا ربي أنا عبدك المتضرع يا ربي أنا طائع وبطاعتي مسعود وسعادتي من الخالق المعبود أنا طائع وبطاعتي مسعود وسعادتي من الخالق المعبود وعبادتي للخالق الموجود وهدايتي من الله رب الكون. الله عليك، صوتك جميل جدا يا محمد، لكن خليني بقى اعلق لك عليه بعد كده، لان صوتك رائع جدا وانت موهبتك محتاجه بس تثقل، لكن هي موهبه جميله وصوت رائع جدا. انا بتوقع لك مستقبل باهر في هذا المجال. شيخ كمال، ارجع لحضرتك مره ثانيه واقول النهارده الابتهالات اللي حضرتك بتقدمها ممكن تكون من كتابات مين؟ مين اللي كاتبها؟ اشعار مين؟ ولا هي بتبقى خواطر شخصيه لحضرتك؟ لا، هي بتبقى من كتب وبتبقى للعلماء الاجلاء اللي هم القدامى زي الشيخ ابن تيميه والعلماء الكبار، يعني كان لهم يعني ايه ابيات شعريه كده كانت حتى بتبقى في صلواتهم بيتضرعوا بيها وكده يعني. طب خلينا نسمع منك بقى. ماشي يا سيدي. الله ربي لا اريد سواه. الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت
حتى الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلايا والناس يعصونه الناس يعصونه جهرا ويسترهم والينسى وربي ليس ينساه. الله الله عليك ما شاء الله عليك راكز وهادي وجميل ما شاء الله عليك أدائك رائع جدا. محمد خلينا ارجع لك بقى واقول لك النهارده اللي المفروض نتعلمه ايه في وجود الشيخ كمال. خروج الصوت يعني بيكون دايما من منطقه البطن. يعني دائما بيكون خروج الصوت الاصلي من منطقه البطن. عايزك تبطئ في ادائك شويه، يكون ابطا ويكون راسي لان انت ودنك جميله ونغمك حلو جدا. انا عايزك تهدى تاخد نفسك ببطء وتدينا بقى تسمعنا حاجه كده بصوتك باحساسك وحاول تعيش فيها. ما تستعجلش على قد ما انت تكون عايز تبدع لان انت صوتك جميل. انا عارف المشكله دي وهتكلم عنها دلوقتي. حين يغدي الصبح إشراق السنا حين يغدي الصبح إشراق السنا يسكب الطل رحيقا من ندى موقظا بالنور أكفى الحياة موقظا بالنور أكفانا الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العرش الطيور ترسل أنغام عطرا في الزهور سبحت لله في العش طيور ترسل أنغام عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من الرازق الله والصانع الله الرازق الله والصانع الله الله
الله. جميل جميل. شفت لما اخدت نفسك كده وبدات طلع كل حاجه مظبوطه. يعني انا عايز اتكلم في الموضوع بقى والناس اللي عندهم مواهب في سن محمد معاذ. دائما في يعني تغير فيسيولوجي بيحصل للشباب وللبنات في الوقت ده، فالمفروض الناس اللي بتدرب صوت او اللي عندها مواهب صوتيه سواء في مجال الابتهال او في مجال الانشاد او في مجال قراءه القران الكريم او في مجال حتى الغناء مثلا، الوقت ده اللي هو من 12 سنه ل 18 سنه يا ريت ان احنا ما نقرص قوي في التدريب على المتدرب، بالاضافه لان الوقت ده وقت تغير الحنجره بين صوتين، صوت الطفل وصوت البالغ. الوقت ده الحنجره بتبقى يعني عرضه للالتهاب بشكل سريع، فان احنا لما نقول طبقات عاليه ونبتدي نصرخ ونبتدي نطلع في طبقات فوق طاقتنا للسن ده، انا يعني بواجه كلام الناس اللي بتدرب الموهوبين في السن ده، ده غلط. يعني المفروض السن ده نديله ساعات تدريب قليله جدا، ما نطلعش بالمقامات فوق، ما نخليهوش يصرخ فوق، ما نخليهوش ياخد نفسه جامد، لان ده هيأثر على صوته في اللونج ران بقى، لان من بعد ال 18 سنه بقى السن الصوت بيثبت، يعني بيثبت بقى لحد اللي هي مرحله الشيخوخه، يبقى الصوت اخذ نمط معين. الفتره دي المفروض ان احنا نقص فيها في التدريب. طبعا محمد انت صوتك رائع جدا، وخلينا اقول لك ان انت لما بطأت ادائك وابتديت تاخد انفاس اطول وتصبر اكيد الاداء اختلف وابتدينا نستمتع فعلا بصوتك، ولا حضرتك ما تتفقش معايا في النقطه دي؟ لا طبعا طبعا طبعا. طب انت برضو بصفتك محترف واقدم شويه اكيد ليك برضو ملاحظ على محمد، اكيد احنا فرحانين بيك جدا وعايزين نشوفك في احسن مكان. اه طبعا محمد كويس وصوته حلو، ولكن هو عايز شويه تركيز. شويه تركيز. لا محمد كويس جدا يعني ما شاء الله، ربنا يبارك فيه. جميل جميل، هو رائع وممتاز، وان شاء الله بنتمنى لك يعني التوفيق باذن الله. وخلينا نقول برضو ان دائما اللي بيشتغل في المجال ده او اللي بيبتدي فيه بيبتدي يعني زي العمر بالظبط، سن المراهقه في الاول، وبعد كده سن ان هو بيبقى عاقل وراكز وراسي، سن البلوغ او الاستقرار، وبعد كده بيبقى فيه سن الشيخوخه اللي بتنهار فيه الموهبه. السن بتاع المراهقه نحاول ان احنا ما نزودش قوي في الحليات على حساب الجمل الاصليه، لان احيانا لما بنزود في الحليات بنضيع الطعم الاصلي للجمله، فاذا ان احنا برضو نتعلم بقى ان احنا نخرج من سلم مراهقه ان انا عايز اوري الناس كلها ان انا شاطر وممتاز، فبستعرض امكانيات صوتي بحليات كتير جدا ممكن تضيع عليك الطعم الاصلي للجمله الموسيقيه اللي احنا بنقول منها الابتهال. يعني بتمنى لك التوفيق، واكيد عايز اشوفك المره الجايه تكون بقى حاجه كبيره قوي ان شاء الله. اكيد. يعني شيخ كمال انا عايز اختتم يعني بصوت حضرتك يعني ابتهال كده يكون على ذوقك برضو جميل، يا ريت نسمع منك. ماشي. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد
فلا تردنها يا رب خائبة، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الله ما شاء الله عليك، يعني استمتعت بلقائكم جدا وسعدت، وكنت اتمنى ان الوقت يطول، لكن انتوا زي ما انتوا عارفين الوقت بيداهمنا، فيعني اتمنى يا رب تكونوا انتوا كمان استمتعتوا بخلقتنا الرمضانيه وبالجو الجميل اللي احنا عاملينه. طيبين ورمضان كريم. يعني خليني اشكر ضيوفي الشيخ كمال الرفاعي، شكرا لحضور حضرتك، الطفل الجميل محمد معاذ السيد، شكرا لوجودك ونورت وصوتك رائع. اعزائي المشاهدين، هذه الفقره بتنتهي معانا حلقتنا، يا رب تكونوا استمتعتم بخيمه النهارده، على امل ان شاء الله ان احنا نشوفكم بكره على خير. خلوني كمان اوجه التحيه لكل الناس اللي ورا الكاميرا، والى ان نلقاكم باذن الله غدا، لكم منا كل التحيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية Evergrow.